من يسأل أحدا فيسأل فيعطيه أمرا
وذو مرم مفزع وذو دم
العالم
بس احنا ليه يا في الجنة يا في النار؟ فعلينا أيها الأخوة أن نأخذ بالأسباب وأن نعطي الحقوق للعامل، وأن العامل لابد عليه من واجبات ينبغي عليه أن يؤديها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون الأحسن. اللهم اهدنا فيما بين وقل قولي هذا واستغفر الله العظيم في ذنوب كل ذنب واستغفره لكم إنه هو الغفور الرحيم. وصحبه وسلم وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على